من الميادين، أهلا بكم. تحولت الساحة العامة في روسيا إلى مسرح لاحتفالات الكروات بعد تأهل منتخب بلدهم إلى نهائي المونديال المرة الأولى في تاريخه. وكان المنتخب الكرواتي قد قلب النتيجة رأسا على عقب أمام إنجلترا بعد تأخره بهدف في الشوط الأول قبل أن يفوز بهدفين بعد التمديد. الفرحة الكرواتية كانت هستيرية في شوارع موسكو، حيث أطلقت الجماهير العنان لفرحتها آملة أن يواصل منتخب بلادها رحلته الجميلة في البطولة ويتوج على حساب فرنسا الأحد المقبل. بلباس المنتخب الوطني وفي أول يوم بعد تأهله إلى نهائي كأس العالم، التأمت الحكومة الكرواتية صباحا وهنأت شعبها بهذا الإنجاز. وبدا أن الوزراء قد اتفقوا جميعا على ارتداء قمصان المنتخب بحسب ما أظهر التلفزيون الكرواتي. رئيس الوزراء أندريه بيلنوكوفيتش هنأ المدرب زلاتكو داليتش ولاعبه على الإنجاز، واعتبره أفضل ترويج للدولة في عصر الإنترنت والتواصل. كما أشار إلى أن قادة وسط وجنوب شرق أوروبا متعاطفين جدا مع المنتخب الكرواتي ويشجعونه. بعدها تحدث رئيس الوزراء عن مدى النمو الذي تشهده كرواتيا وتقدمها من درجة مستقرة إلى درجة إيجابية، وأن البلاد تمضي قدما في انخفاض متسارع للدين العام. رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل يصف فوز فرنسا على بلده بضربة حظ في نصف نهائي المونديال. ميشيل بارك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند ترحيبه بعدد من الزعماء وبينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل. وقال ميشيل إن منتخب بلاده لعب مباراة رائعة أمام فرنسا. وأشار الرئيس البلجيكي إلى أنه كما هي الحال في كرة القدم، ما نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى هو اللعب النظيف وروح الفريق. وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، لم تحقق تمنيات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بنجاح منتخب بلدها في الفوز على كرواتيا. تمني ماي جاء خلال لقائها نظيرها الكرواتي أندريا بلينوكوفيتش، حيث ساد جو من الألفة بين الجانبين بعكس أجواء القمة التي كانت ملتهبة بين إنجلترا وكرواتيا. كرة القدم لغة عالمية من دون أدنى شك، لكن حب اللعبة قد لا يكفي في بعض الأحيان لفك رموز الأبجدية الروسية أو التواصل مع السكان المحليين في كأس العالم. فما هو الحل؟ يستخدم الجمهور الوافد إلى كأس العالم تطبيقات الترجمة على هواتفهم المحمولة للتغلب على الحواجز اللغوية في روسيا. كوستافو مشجع برازيلي قطع أكثر من 12 ألف كيلومتر مع مواطنه بوكوس لدعم منتخبهما في كازان أمام بلجيكا في ربع النهائي. من الصعب للغاية فهم الأبجدية السريالية باللغة الروسية. بعض الأجانب يكتبون بلغتهم الأصلية ما يريدون قوله بالروسية ويعرضون الترجمة على السكان المحليين، آخرون يستخدمون التطبيق الصوتي. كنا في متجر للهدايا التذكارية وكانت سيدة تجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بها تكتب كلماتها الروسية وتطلب مني النظر إلى الشاشة وقراءة الترجمات الإنجليزية. ومع أن التطبيق قد يترجم أحياناً عبارات غير دقيقة، يقول المستخدمون إنه عزز من تجربة كأس العالم. أحد أصدقائنا أراد القول لإحدى الفتيات إن الجمال في روسيا منتشر، فجاء جواب التطبيق إن النساء المسنات جميلات جداً. لكن بعض أنشطة المعجبين لا تضيع في الترجمة، لأن المؤيدين يهتفون لأغانيهم العالمية أولي أولي أولي. المشجعون الإنجليز الذين سافروا إلى موسكو لمتابعة نصف نهائي كأس العالم مع كرواتيا تلقوا ملخصا عن تعليمات السلامة مستوحا من كرة القدم عبر رحلة الطيران البريطاني. ومن باب الطرفة تضمن الملخص طلبا إلى المسافرين بأخذ وضعية البريس المعتمدة في حالة الهبوط الاضطراري إذا ما ذهب المنتخبان إلى ركلات ترجيح تحديد الفائز
كما قدمت المضيفات توقعا للنتيجة وهو فوز إنجلترا ب3-0. فعلت الصيحات داخل الطائرة. كما ردد الركاب كرة القدم الإنجليزية الذي اشتهر منذ التسعينيات. وفي السياق نفسه وأثناء المباراة ربع النهائية أمام السويد، كان الركاب على متن إحدى شبكات الطيران يتابعون المباراة مباشرة، وبينما كان يسود السكون علت الأصوات احتفالا بتسجيل إنجلترا هدف التقدم. نجاح روسيا في تنظيم كأس العالم يرفع سقف أمام قطر التي تستضيف نسخة 2022. الكلام لفاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد الدولي، قالت للصحفيين إنها متعاطفة مع قطر لأن روسيا جعلت السقف مرتفعا جدا. وخلال اجتماعها إلى المتحدثة باسم البرلمان الروسي فالنتينا ماتفينكو، نقلت السيدة السنغالية تقدير فيفا الشديد والنابع من القلب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكل ما فعله لامتاع العالم بمباريات جميلة. كما أشارت إلى أن البطولة تركت ذكريات جميلة لدى الزوار. هدأت عاصفة نصف النهائي في مدينة سان بيترسبورغ، وبعد ليل كأس العالم أطل صباح المدينة الرائعة التي جالت فيها كاميرا الميادين لتهدينا هذه المشاهد. هي عاصمة روسيا الشمالية ومدينة قياصرة، إنها سان بيترسبورغ. اسمها ينحدر من مؤسسها القيصر بطرس الأول في العام 1703 كنافذة مطلة على القارة العجوز لتتحول إلى ميناء عسكري وتجاري ضخم، فكانت سببا رئيسيا لصناعة الانتصار في حرب الشمال العظمى التي دامت عقدين من الزمن. كانت عاصمة روسيا لقرنين حتى العام 1918، واتخذت أكثر من تسمية في الماضي، وقد يكون أشهرها لينينغراد. قنواتها المائية جعلتها تشبه إلى حد بعيد مدينة المندقية الإيطالية. كذلك فإنها تشتهر بظاهرة الليالي البيض التي تستمر قرابة 25 يوما، ويمكن خلالها رؤية ألمع النجوم في السماء. عاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة تحتوي على شبكة مواصلات تربط شرايين المدينة الحيوية، وقد ازدادت أهميتها بعد استقبال المدينة مباريات كأس العالم وأحدى مواجهتي نصف النهائي. ثاني أكبر مدينة في روسيا والرابعة في أوروبا، يبلغ عدد سكانها 5,190,000 مواطن، غالبيتهم الساحقة من الروس إلى جانب أقليات من أوكرانيا وروسيا البيضاء. اللافت أن محطة القطار تقع في وسط العاصمة، ما يعني أن الزائر حالما يصل ينبهر بجمالها وتسمى محطة موسكو. قد يكون السير في الوسط الوسيلة المثالية لمشاهدة مفاتنها، ومن أبرز شوارعها نيفسكي بروسبكت الذي ورد ذكره في الكثير من المؤلفات الأدبية. هي ليست من الأكبر في أوروبا فحسب، بل هي من الأجمل في العالم لكونها تمزج بين التاريخ والثقافة والحضارة والفنون، ومؤخرا في كرة القدم. مايكل هوب من مدينة سان بيترسبورغ الروسية، الميادين. الاتحاد المصري يضع اللمسات الأخيرة قبل إعادة فتح أبواب ملاعبه أمام الجماهير للمرة الأولى بعد أحداث بورسعيد المأساوية. مبنى الاتحاد في الجبلية استضاف ورشة عمل للتشاور مع الأندية وإعادة صياغة قوانين جديدة تهدف لإنهاء حظر استمر لست سنوات على مباريات الدوري المصري. وتحدث ممثلون عن الاتحاد المصري عن فكرة اعتماد بطاقة خاصة بالجمهور إضافة إلى تذاكر المباريات تماما على غرار ما حصل في مونديال روسيا. هذه الخطوات لقيت ترحيبا من الأندية أمثال الأهلي والاتحاد. تعايشنا مع التجربة نشوف قدرتهم على التطبيق. الحقيقة ان النتائج انا بعتبرها يعني نتائج مذهلة. لأول مرة في العالم ان انت تستبدل جواز السفر لأي مواطن عايز يدخل روسيا بالفان اي دي. هي عودة الجماهير بآلية جديدة، مش معقول لما تقعد 7 سنين ما تشتغل تبدأ بنفس اللي بدأت بيه قبل كده. غير مقبول انك انت مفيش بطاقة اصدار مشجع رياضي، مفيش فان اي دي، مفيش فيزا تخش بيها. الفيزا انت بتخش منطقة انشائية، التذكرة دي حاجة. فأنا كمطلب قومي بنسجل الاتحاد المصري لكرة القدم، بتمنى التجربة دي تبقى موجودة في كل الاتحاد الرياضي. احنا هدفنا ان نصدر هذا المشهد للوسط الرياضي كله، ان لا يمكن دخول اي منشاه رياضيه الا بكرنيه. اتمنى من جوايا والنادي الاهلي يتمنى ان رابطه الانديه المحترفه
تكون ليها دور ومسؤولية وتكون ما فيش شك تبقى تحت الأمبريلا بتاع اتحاد الكرة، لكن ليها مسؤولياتها وليها هي صلاحيات، وإلا يبقى احنا أنا آسف بقول بننفخ في قربة مقطوعة. في معايير الاتحاد الدولي بيحطها لرخص الأندية، كل ده لابد ان هو يكون تحت اشراف اتحاد الكوره طبعا، لكن لابد ان الانديه ورابطه الانديه المحترفه تكون ليها مسؤولياتها وتكون ليها السي في هذا الكلام. هي طبعا هي مجهود لمراحل سابقه احنا كنا لامسينها من اتحاد الكوره من رابطه الانديه، بحيث عوده الجمهور اللي احنا كنادي الاتحاد السكندري ورئيس النادي الاستاذ محمد مصطفى كان حريص حرص شديد على عوده الجمهور، لان الجمهور طبعا هو الوقود دايما للفريق، الفريق خاصه فريقنا يعني. النهارده الورشه انا شايفها مثمره وناجحه. مع الاقتراب من إزدال الستارة على مونديال روسيا، بدأت حمى سوق الانتقالات المدربين واللاعبين بالاشتعال، وجديدها إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من تدريب تشيلسي. قرار النادي الإنجليزي لم يكن مفاجئا، ولا سيما أن البلوز قدم موسما سيئا الموسم المنصرم، فشل خلاله كونتي في قيادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الخامس. إقالة كونتي فتحت الباب أمام تعاقد مع مدرب نابولي السابق موريتسيو ساري الذي خلفه كارلو أنشيلوتي في تدريب وصيف الدوري الإيطالي. الرياضية انتهت. لمزيد من أخبارنا الميادين.net. تحية رياضية، في أمان الله.